قديش تضحك تخسر. قبل ما تبدأ نقول إن شاء الله لبيس زميلنا صاحبي بكار تعرض واحكة صحية على المباشر برنامج مساء رياضي. برشا يقولوا حوار اللي حضروا مع وزير الشباب والرياضة وعملوا بيوب فسد تقنين. حاجة من الحاجات اللي خليته يتغشش تكنيك ما تصورش مليح ولا الله أعلم شكون سير شنو صار لطف عليه أي البرومو موجودة ما لطف عليه. يلا سفيان وليد جو. المريض دكتور من اللي عطيتني حرابش النوم وانا نرقد مرتاح. قالوا صحيت قداش من حربوش هتاخو؟ قالوا حتى واحدة نعطي فيهم المرتي. جميلة جميلة ولكن ممتازة. يلا سفيان. قالك واحد بشيل الروضة بشيل الروضة بشيل روح بولده. قالت له المعلمة انا ولدك. تقال من سالش هاتي اللي يجي موردة ورجحولك. برافو لكن وليد وليد يقاوم. تحية المرت سوفيان عن نكات المزيانة. واحد في القهوة يحكي مع صاحبه قال له البارح قمت صباح بكري شربت قهوة فيقت مرتي من النوم في درجين حضرت روحها ومشيت للغابة حطيت الكهرباء هجموا عليا زوز سيودة الأول جاني بشكلني عمل لك رميت له تورنيفيز جا في عينه ياخي دخل في الشجرة مات. خرج لي السيد آخر من قلته وخنقته واعطيته بنيات في راسه لين مات. خزر له صاحبه قال واب باب 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 اش تكذب مرتك حضرت روحها في درجين. ما تبفقش بالصيد يكذب ومرته ولا نقطة تفسر فهمينها من ماستر. يلا عاد واحد بشي يقطب في واحدة أيوة بشي يسأل عليها بالجيران واحد منها يلقى مراه قال شحالك عايشة شحالك وليد. قالها بالله شنو رايك فيكم؟ نقول احنا مفيدة ولا حاجة كما كي. قالت له وليدي يحصل الحقيقة متاع ربي اللي يخرجوا معاها الكل يشكروا فيها. برافو سفيان. وليد يقاب وليد ناوي على الربح جماعة هذه تفضل. واحد قال لصاحبه تشهد معايا زور اللي انا نسير خوك 10 ملايين نعطيك شطرهم. قال له ساره هو الطاولة رجع حملك. شو هذا شو؟ لا نكت متاعك الكل متاع ذكاء والوقت مش وقت ذكاء وليد تفضل. قال لك واحد ماشي مع واحدة في المطر عندكم يقولون ايوا ربا ماشي هكا تحت المطر وقال لها هكا بكل رومانسية عمرك جربت الحساس هذا متاع المطر القطر؟ قالت له عمري ما جربته كلهم بكرهابهم مدن ممر ممتني كان انت. وليد يقاوم برافو سفيان. حب يتحرك السيد. زوز اصحاب ياسين ويوسف مشاو يخطبوا في زوز بنات اخوات بوهم حاج متدين حافظ 60 حزب. حاج قالوا ولدي شو اسمك؟ قالوا ياسين. قالوا عرض لي صورة ياسين. مال الطفل طلع هبط عصر مخه قراها وما كملها كان بالسيف. قالوا صحيت انت باش تاخذ بنتي. لفت الحاج ليوسف قالوا وانت شو اسمك؟ قالوا كوثر عمي. يوسف ما يتربجوا بيه كوثر. حسبي الله. ليه جيت للفان وفسد سفيان راو النجم نعتبرها ضحكة هذه ما عادش تورينا سنيك. يلا سفيان مباراة سخونة 0-0 تعادل زعما كيما البارح. قالك سيدي مراه عزوزة مشات زور في ولدها في الحبس حاش من يسمعوا يتصل. اش حالك يا مونجي يا شيني امورك لاباس اش عامل؟ قال والله امي والله الحمد لله واكل شارب راقد ببلاش فرنك ما لا تفحاش. قالت له رد بالك تعمل شي مشكله هكا ولا هكا يطردوا. نكته ممتازه. وليد متريني ها؟ باهي سيدي باهي. بعد فمك على الميكرو كي باهي سيدي. يلا كانك على البورتابل اللي قالوا عليه راه مش مش لا بعد مسابقه البورتابل بعد. يلا واحده مروحه تعدات على جبانه نص الليل خايفه شافت راجل فرحت مشيت تزرب وراه فرحانه سمعت صوت كلب عمالك جريت شدت فيه. قالت له سامعني راني نخاف من الجبانه ومن الكلاب. قال له ما تخافيش انا زاد كي كنت حي كنت نخاف كيفك. عليك يلا لا لا ما عادش ديما ضد وليد شويه عادل لا شويه عادل من فضلكم. يلا 0-0 النتيجه متعادله. تفضل استاذ استاذ بتاع انجليزيه استاذ بتاع انجليزيه خزرت التلامذه خزرت الواحد هكا ستك شويه قالت له ضع فعل تو بي في جمله مفيده. قال تو بي الرب يا استاذ. ولا هدف الاول سفيان واحد وليد صفر. سفيان كي يؤثر يضحك يؤثر. يلا وليد حفظهم توا. يلا باهي
قال لك استاذ تلفت للتلامذه قال لهم انتم مصابيح المستقبل. تلفت تلميذ لصاحبه بجنبه يلقاه راقد قال له سيدي سيدي ثم انبوبه محروقه. سيت اللي دخلت له خايب برشا. يلا سفيان قال لك واحد عرس وسكن عند نسابه. ديجا هذه تضحك. عرس واحد عرس وسكن عند نسابه عيطت له امه قال تسمعني تسمعني ما تعطيش فيه بالثقة مش كل حاجة يحطها لك تاكلها. قال لا لا تهني نين طيب. برافو سفيان. نتجه نحو انتصار مستحق لسفيان. يلا قالك شيخ خليجي يلقي في درس ديني عن مسألة الحلال والحرام. قالهم سرقوا ثلاثة أشخاص قصر وحطوا الكنز على ظهر بهيم وبالطريق تفهموا اثنين بش والله لحظة بالليل لحظة خذ راحتك. هي بالعربية في بيدي بالدارجة. يلا اضحك 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 خارج اللعب. يلا سوفيا نحكي انت نكتة وليدي يقعد النكتة الأخرى ثبت فيها مليح. يلا قالك واحد زت العربها قد قد شيل السبيطار مرته ولدت المرأة ممدودة رديكة فهمتي ولا هاي قلت لها شنو بش تسماها قالها نورة على اسم عمتي عيشة. نورة على اسم عمتي عيشة. يلا وليد وليد مردودك تحت الصفر اليوم. يلا آخر نكتة أمل التعادل بعد سوفيا النكتة. يلا قالك واحدة قامت في نص الليل ما لقيتش راجلها بجنبها هبطت الكوجينة تلقاه قاعد بحث الشباك وحط قهوة. قالت له شبيك عزيزي قالت تتفكري 20 سنة التالي. قالت له وي عزيزي قالت تتفكري كي لقينا ابوك في الكرهبه. قالت له وي عزيزي نتفكر. قالت تتفكري كي شبد علي المقرونه وقال لي يتخذها يتشد 20 سنه حبس. قالت له وي نتفكر. جاوبها والدمعه في عينيه قال كان دخلت للحبس راني خرجت اليوم. وعليش 20 سنه حبس؟ نكته نكته. صوفيا اخر نكته. يلا يا الكمرام بحاح عندها بونجي مشت لوجه على جارتها عند جارتها مشت لها خرج لها خرج لها رجل المرأة قالت لها عيش أنا قالها لا لا بيرملي سوفيا التصريح.